جوهرة وعليها الكلام. عسلامة ومرحبا بكم مشاهدي قناة صوت الساحل. اليوم حلقة جديدة من جوهرة وعليها الكلام. جوهرتنا اليوم ساحلية وباش نحكي وخاصة في العادات والتقاليد في جهة الساحل. هذاك علاش احنا توا في استضافة في منزل مدام أمال شقشوقة، عندها فرقة نسائية، فرقة الياسمين، معروفة برشا في سوسة وفي الساحل سيرتو، وبرشا برشا عبيد يحبوهم تجي تزفلهم العروسات متاعهم. هذاك علاش مدام أمال باش تحكينا كيفاش بدات وشنو رايها في المجال هذايا، خاصة اللي احنا كل شيء ولا يعني عصري. عسلامة مدام أمال. عسلامة، مرحبا بكم، شرفتوني في داري. أني معناتها أمل شقشوقة، شقشوقة هو الاسم الفني، لقب متاعي حواس، أما شقشوقة خاطر من الأول كي دخلت الحضر لقيت شوية صعوبات من الفاميليا متاعي، بما أني مغرومة برشا معناتها علاش حطيت أني شقشوقة، خاطر كي دخلت للحضرة عمتي قالت لي كيفاش معناتها حواس واش تخدم، لقيت شوية معناتها صعوبات. شقشوقة هي لي أمي، تربيت أني صغيرة ديما معاها، كي معناتها كي حبيت كي لقيت شوية صعوبات من فاميلة بابا حطيت شقشوقة، أمي لقبها شقشوق، مي عيطوا لها شقشوقة، وأني معروفة بنت شقشوقة ديما. وحبيبتي هذه دارها في بلاد العربي، الحضاري كل دايرين بها، معناتها دارنا بحذا دار حبيبتي بحذا جامعة الحنفية اللي هي، وحبيبها زادة الحضاري كل كبار حبيبها كما أمي زكية الله يرحمها، كما حبيبة شفية، معناتها كل الكبارات، فهمت؟ الحمد لله إني الحضرة غرامي، معناتها ملي إني صغيرة مغرومة بالحضرة، قبلنا نولي إني رئيس فرقة خدمت صانعة، يعني خدمت عند حضاري أخرين، شربت الخبرة بالكدا، و حليت اتولدت في بلاد العربي، حليت عيني على الجو هذاك، معناتها صحيح مش من فاميلتي، عندي فاميل تراجلي هما في الحضره، مي معناتها اني كي حليت تربيت في حومه شعبيه، معناتها كي بديت نخدم تعلمت مع عند مراه زمنيه، هما اللي دخلوني الحقيقه باش نكونوا معناتها صحيح فاميل تراجلي هما في الحضره. وقت اللي عرست دخلت مع خالي تراجلي خدمت حكاية 10 أيام، ومن بعد تفرجت فيها حضرة أخرى، معناتها البداية كيفاش بديت، فهمت؟ كي مشيت خدمت مع حضرة أخرى هذه لا علينا، اللي علمتني الله يرحمها جميلة علوية، هي كانت تخدم الكتافية متاع زكية. كي دخلت الحضرة دخلتني خالة راجلي اللي هي منيرة مخلوف. بنتي كاملة في الزينة ومدلعنة دبوها، خدام بنيتي في سرايات هاي ليلي، ما يقدروا يكلموها. معانا هذه جميلة علوي، هي تعلم فينا، كبيرة مرة كبيرة كبيرة في العمر، تعلم فينا بالقديب بالقديب، معناتك القديم باب البيت وغني الحمام غني تعليل العروس شنو هو. زدت معناتك اللي زدت حبيت أكثر الحضرة، الله يرحمها وينعمها اللي علمني، والفضل الفضل هو لربي سبحانه على معناتها شهرتي واسمي، لكن طف باش يفرض العب باش يفرض روحه بخدمته، تجيب روحك بخدمتك بأخلاقك. معناتها احنا ناس قبل عنا مثل شعبي يقول لك الدوام ينقب الرخام، مثلا تو اني باش نجي اني نخدم وفقتي كما هي، حتى نوصل اني وصلت خدمت العباد جيت تقول لك اني زواليه، لكن كي تمشي تخدم لهم مثلا تقول لك اني مش باش نعمل في صاله اكزومبل، مثلا تقيد حنتها تقول لك اني شنعمل قدام دارنا، باش من بعد تكتشف قبل الحنتها بنهارين تقول لك اني شنعمل مثلا في ساله الصغير في ساله المركز. معناتها كي تمشي تتصدم، بالرغم اني نتصدم في العباد مي ما نطيحش من قيمتي، خاطر قيمتي وقدري فوق كل اعتبار، ما نجيش اني نقول هي خاطر هي ماني كنت على روحها، اني باش نخدم مش باش نخدم للعبد، ان فما ناس تتفرج فيا وبنت بكر ابريتو
معناتها فما بنية يلزمني اني نقوم مش نقولها لا انت خاطر شبيك ما قلتليش انت باش تزيدني، لا نخدم خدمتي ولك الخدمة تربيك وتعلمك توريك تولي بحكم خدمتك تعرف العباد تزيد تعرف دار دار فلان، معناتها فما حاجات اني ما نحبش اني نقول اني نخدم بإحساس، نحب كليوناتي هما اللي تشكرني، كليون هو اللي يقول لك اني نحب مدام امير خاطر هي تخدم بالحق بإحساس، لكن اني توا لحظاري كل حاطيني شنو شقشوقة تخدم بالسحر، سحر هو فما سحر صحيح، السحر هو أخلاقك مصداقيتك وثيقتك مع العباد. عصيتهم في الستير الدخان مش عبرة، احنا كبارات الحضرة قبل كانوا يتكيفوا، مي اني مثلا عاملة برنسيب اني ما نتكيفش مش عيب الدخان، اني نحكي لك عملنا ملخص لك شنو السحر، الاخلاق والمصداقية كما نقولها ونزيد نرجعها، هذيك اهم حاجة في النجاح راهو السحر، الفضل هو السحر، السحر كما قلت نقول سحر معاملتك، اني نسحرك مثلا نسحرك باش معاملتي ليك بتيبتي ليك، اني تو برشا حضار يقول لك قصت علينا تاخذ في العشية، يا اخي اني فرث روحي على العباد نقول لهم اجي نخدم لكم عشية، اللي عرايس تبكي تقول لك اني معناتها وانت ديجا سمعت الحكاية دي تقول لك اني مثلا ما لقيتش بيك في الليل اما اخدمني العشية، هي نخدم لها علاش ليه؟ يقول لك لا امال تاخذ في العشيات وتقلل علينا احنا في الخدمة، يا اخي دقيت على العبيد ديارهم اميل تخدم بالسحر دي سحر وربي اش وصلوا عملوا لي البريود هذيا بيرا تولي الفيسبوك ابسط الاشياء، معناتها الفيسبوك اللي هو فيه فيديوهات خدمتي فيها نوامر تليفوني الحمد لله، كيما عملنا الفيسبوك هذاك قداش يجي اللي يحبك يجيك، راهو اني يعني مش قاعده نخدم بالفيسبوك، اما شنو هو الفيسبوك مثلا انت حبيت سمعت على امل شقشوقه اللي باش نواكبوا يعني الوقت توا باش العباد تتفرج والعباد توا ولات التكنولوجيا بلا تقيد امال مثلا عندها فيديوهات على الفيسبوك عامله باج وعامله فيسبوك بيرا توا ذي شنو معناتها الحزن الغيره الدنيا ذي ما اعزش من الكبده، ممكن زاد اني كي نخدم بحساس خاطر اني عندي حاجه تمسني اني توفيت لي بنتي هي صغيره معناتها توفيت لي لكن مرضت ما شفتش دفينتها ما شفتش توفيت لي في ظروف صعيبة ما نحبش نتذكرها، ربي هز لي حاجة هز لي أعز حاجة ما عندي عوضني راهو خليت قلبي على خيط يا بنيتي العزيزة صحيح هو بلاصة حد ما يعوض حد لكن ربي سبحانه كما قلت لك يهز لك شيء يعوض لك شيء، ربي امتحني وممكن اني حتى كي نخدم ديما عندي ميزه كي نخدم ومستحيل وناس الكل تعرفها في امال شقشوقه اللي ما عنديش تميز. هو فما بنات باش تاخذ المشعل في الحضره والفرق النسائيه حسب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ربي فيهم تو علي. ان شاء الله والله كما جينا سي محمد علي كمون دون معانا ديجا سجل علاش معناتها قال لي اني حتى شفت على الفيسبوك ودرنا الطابع القديم الرنة القديمة الكلام قال لي شفته ما سمعتش انت قال لي معناتها حسيت حاجة أخرى معاك ممكن كي نخدم اني بإحساس قلت لك شنو السبب ديما كل عروسة نحطها بنتي ربي عوضني راهو ربي حتى كيف هز لي بنتي عوض لي يا ربي لك الحمد عوض لي بنتي اللي مشيت عوض لي بحاجات اني في وقت من الاوقات ما كنتش اني نتصورهم ان شاء الله مع عملنا التسجيل مع محمد علي كمون قال باش معناتها يحب التراث نتاعنا ما يموتش وان شاء الله
كيفاش توصل تعليلتك للناس؟ انت كيفاش توصل كلمتك للام العروسه؟ انت كيفاش توصف العروسه؟ ان شاء الله يا ربي مع تعاداتنا تقعد كما هي، وبقدره ربي تفائلوا خيرا تجدوا خيرا، معناتها نتفائلوا الخير نلقاو الخير، خاطر كما اني مثلا امال شقشوقه نحب الحضره، فما برشا تحب الحضره، ان شاء الله معناتها تقاليدنا ما تموتش وتقعد، وهي احنا قبل نقول لك لا تحرموا ليا من تعليل زكية. الحقيقة كي تصور انت ربي سبحانه ربي كريم تبيب لي نمشي له، قال لي معناتها نبعد شوية على إطار الحضرة، تبيب لي نمشي له وقت بعد ما ماتت بنتي، حبلت بوليد وبعد هو قعدت، تبيب لي نمشي له قال لي ما عادش تحبل، عملت عمرة بعد 40 يوم، دعيت لربي يا ربي تعوض لي ببنيتي، بعد 40 يوم جات البنية، جا الخير معاها، وزدني ربي بنية أخرى الحمد لله، اسمي ما شاء الله، معناتها كيما قلت لك راني كي نخدم ديما نخدم بإحساس، ما نخدمش مش مثلا هذيك بنت سفلين، تو فما تو عندنا الميزة هذيا في الأحضاري، اليوم نخدموا مثل إكزامبل، اليوم نخدموا في بفوتي البالمارينا بنت سيوسي يلزمنا ليلة عالمية، تو برشا أحضاري، هذيك زاوية ما تفهمش التعليق ليه؟ كما تدين وتدين، كما انت تميز، هاني وصلت نخدم في بلايص اللي هما يقولوا لي التعليل هذيا ما نسمعناش، يعني مش خاطر مثلا سيدي بوعلي عليه بنت بكر، كما انت باش تميزها يجي شكون يميز لك صغيرك حتى في قرايته، راهو ربي اش تعمل اش ترقى في الدنيا هذيا، نقول لهم توبوا ربي وارجعوا ربي، وراهو امل شقشوقه عملت اسمها بسحرها، سحرها الخاص اللي هي السحر نتاعها الطيبه اللي في قلبها، والسحر اللي عطاه لها ربي، هذاك هو نخدم بالسحر، هذاك هو السحر اللي اني نخدم به. إذن مشاهدينا مدام أمال عطاتنا في آخر يعني درس في الحياة، درس في المعاملات، درس في محبة والطيبة للعباد، كما قالت مدام أمال راهو سر نجاحي ما هيش كما يقولوا هما الحاجات اللي نقولوا كان العباد اللي متخلف هذايا سحر وغيره إلى آخره، قالت لك أنا سحري عطاه لي ربي في محبة والقبول للعباد والمعاملات، خاصة كما الزوالي كما اللي لاباس عليه وغيره. نتصور مدام أمال وصلت لكم الرسالة، وعرفنا أكثر على عاداتنا وتقاليدنا في جهة الساحل وعلى الحضرة وعلى الفرقة النسائية، وإن شاء الله ونعرف اللي يعني نموذج مدام أمال ونجاحها بقدرة ربي عاداتنا وتقاليدنا ما توفاش وما تنتهيش، إن شاء الله جيلنا جديد والبنيات ياخذوا المشعل على مدام أمال وغيرها، وباش يكون عاداتنا وتقاليدنا ديما في القلب. مشاهدينا نشكركم على المتابعة، وإن شاء الله في حلقات قادمة.